ونابولي يبقى الحقيقه حتى ولو ما كانش على مستوى الالقاب من اكبر الانديه الايطاليه، لكن حتى من ناحيه الجماهيريه واحد من اكبر الانديه الايطاليه بشكل كبير، واحنا هنا في مصر ارتبطنا بيه لفتره طويله جدا، خصوصا طبعا في الجيل اللي كان بيقود فيه نابولي اسطوره كره القدم دييجو ارماندو مارادونا. هيكون معانا النهارده واحد من المدافعين التاريخيين او اللاعبين التاريخيين لنادي نابولي، اليساندرو رينيكا، وهو طبعا واحد من زملاء مارادونا اللي عاصروه في الملاعب. بدايه طبعا شرف لينا انك تكون موجود معانا في السادسه، واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. مساء الخير على الجميع، واشكر قناه الاهلي وفخر لي ان اظهر على قناه الاهلي، وتقبلت الدعوه بكل سرور. شكرا لكم. طيب خليني ابتدي معاك الحقيقه من نهايه الموسم الايطالي بالنسبه لنابولي. ازاي شفت مباراه نابولي وجينوا، بما انك انت يمكن من اساطير الناديين، والمباراه دي تحديدا تعادل جينوا مع نابولي كان سبب في عدم تاهل نابولي لدوري ابطال اوروبا؟ للاسف كانت خيبه امل لجماهير نابولي، لم يستطيع احد التخيل ان نابولي في اخر مباراه له على ملعب سان باولو، وكانت مباراه سهله، كانت في الحسبان بان الفريق سيصعد لدوري ابطال اوروبا. للاسف كانت نهايه دراماتيكيه للدوري الايطالي بالنسبه لجماهير نابولي، لم ينتظروا هذا. تعليقك على اقاله جاتوزو المدير الفني لنابولي، وهل بتشوف ان هو يتحمل وحده المسؤوليه في عدم تاهل نابولي لدوري ابطال اوروبا وايضا لخساره كاس ايطاليا؟ للاسف جاتوزو تمت اقالته من يناير وليست لنهايه البطوله عندما لم يستطع التاهل الى دوري الابطال. جاتوزو قام بعمل مباراه سيئه لنابولي وللفريق، وكان يجب ان يتم اقالته قبل اخر مباراه في الدوري. جاتوزو المسؤول. هل ترى انه تولي سباليتي المسؤوليه من الممكن انه يعيد الامور لنصابها الصحيح في نابولي؟ هل من الممكن ان احنا نشاهد نابولي على منصات التتويج مره ثانيه في الموسم المقبل؟ سباليتي تاريخ كبير في الكره الايطاليه. الامور في نابولي امور صعبه بعد شيء، الجماهير تتعامل بمنتاليتي وعقليه مختلفه، لازم ويجب ان تفوز جميع المباريات. جماهير نابولي رغم ان ليس لديها العديد من البطولات، لكن يريدون الفوز دائما. المدينه عاشقه لكره القدم ويعشقون الانتصارات. سباليتي وجوده مهم جدا، ويستطيع اعاده نابولي الى الواجهه رغم وجود بعض الفرق وبعض انشيلوتي كان مرشح بقوه لتولي نابولي، ولكن الامور لم تذهب بعيدا في الانتخابات مع اوريليو دي لورينتيس الرئيس. لكن يهمني اعرف يعني القصه من وجهه نظرك قصه جهاز فني فقط، وانه سباليتي من الممكن انه ينجح مع نابولي، ولا الموضوع ايضا مرتبط بكواليتي اللاعبين؟ يعني احنا دايما ولما بنتكلم اي حد من عشاق الكوره على فرقه نابولي بيبقى دايما في يعني مخيلته الجيل التاريخي لنابولي، بكلمك على لاعبين بكواليتي مارادونا، كاريكا، كارنافالي، تشاليستيني، كل دول جيل صنع عظمه ومجد فريق نابولي في فتره من الفترات. فهل بتشوف انه من الصعب تكرار جيل بنفس الامكانيات بنفس الكواليتي بتاع اللاعبين؟ وهل الجيل الحالي عنده القدره ان يحقق القاب وبطولات لنابولي ولا لا؟ نابولي لديه النقص في العديد من اللاعبين سوبراتوتو، وبالخصوص في الجانب الايمن والجانب الايسر. الفريق يحتاج الى منتصف ميدان كبير، شخصيه اللعيبه. هناك اشياء كثيره يجب ان لا نظلم جاتوزو فيها، لكن زي ما حضرتك قلت اللاعبين يتحملون بعض المسؤوليه، ورئيس النادي يجب ان يقوم بعمل صفقات كبيره. المدرب لوحده لن يتحمل المسؤوليه،
الكرة لعبة جماعية، اللاعبين هم من يقومون بالدور الأكبر، هم يقومون فقط بتنفيذ تعليمات المدرب. المدرب يجب أن يسيطر من الخارج، واللاعب يجب أن يكون هو القائد داخل الميدان. اللاعبين لازم يلعبوا من أجل الفريق. أنا يعني في حدود معلوماتي أنا عارف إنك كنت كمان من اللاعبين القريبين جدا من مارادونا، والجيل بتاعكم يمكن أحرزتم أكتر من لقب لنادي نابولي، منهم كأس الاتحاد الأوروبي، منهم أعتقد بطولة دوري أو مرتين بطولة الدوري في إيطاليا الكالتشيو. خليني يعني حبيت تنقل تجربتك للجيل الجديد من لاعبين نابولي، إيه هي أهم الأسباب اللي أدت لنجاحكم أو نجاح الجيل ده تحديدا في الحصول على البطولات؟ مارادونا أستطيع أن أصمت بعض الوقت، مارادونا لن يكرر. جيلنا وجيل مارادونا كان من أعظم أجيال من لعبوا كرة القدم. اللاعبين هذه الأيام لازم كل واحد منهم يجيب فيديو يقعد يتفرج على مارادونا. كان يلعب من أجل المتعة، كان يلعب من أجل الفريق. اللاعبين يجب أن يعلموا تاريخ نابولي وتاريخ المدينة. الأمور صعبة، تكرار الجيل صعب جدا، لكن الأمور تغيرت داخل الإدارة ومنتاليتي اللاعبين وكواليتي اللاعبين. صعب تكرار مارادونا، رينيكا، كارنيفالي، ويجب أن يقوم اللاعبين بتهيئة نفسهم من أجل اللعب، من أجل التيشيرت، من أجل النادي. للأسف غياب كواليتي بعض اللاعبين سيعمل على غياب البطولات. في الفترة الأخيرة أعتقد أنه، مش عارف تتفق معايا ولا تختلف، بس أنا من وجهة نظري أنه الدوري الإيطالي ابتدى يستعيد بريقه مرة تانية، وبقى وجهة لكثير من نجوم العالم. يعني شفنا في المواسم الأخيرة نجوم زي روميلو لوكاكو، زي لوتارو مارتينيز، زي كريستيانو رونالدو واحد من أشهر لاعبين في العالم، زي إبراهيموفيتش بيرجعوا للدوري الإيطالي. هل بتشوف انه نابولي عاجز او غير قادر على استقطاب نجوم كبار او اعاده تجربه الثمانينات مع اللعيبه الكبيره اللي حققت لنابولي كاس اتحاد اوروبي واثنين دوري؟ بالطبع بالطبع، انت على حق، انا اتفق معك. نابولي ليس لديه اموال الفرق الكبيره، من الصعب مقارنه اقتصاد نابولي باقتصاد الفرق الاخرى. نابولي ينقصه بعض الأسماء المهمين كما ذكرتهم حضرتك. لاعب بطل لازم يكون لعيبة أبطال، كواليتي اللاعبين. إذا كنت تريد التحدث في هذا الأمر يجب أن تتصل برئيس النادي. الأمور تدار بطريقة غير شرعية، لا أحد يستطيع التحدث. مهم جدا أن نتكلم عن لاعبين كبيرة، واحنا موجودين في النادي رحنا وقعدنا مع رئيس النادي وكلمناه في النقطه دي، اللي احنا لازم نجيب لاعب ككواليتي يستطيع الفوز ويقود الفريق من اجل البطولات، لكن لا يريد التحدث معه. مين من اللاعبين اللي لو كان في ايدك القرار انت شخصيا انك تجيبه النادي نابولي تختاره عشان يكون قائد للفريق ويقدر يرجعه مره ثانيه لمنصات التتويج؟ بالنسبة لي لو كنت مكان من اتخذ القرار، اعتقد ان نابولي يحتاج لاعب كبير او اثنين لاعبين. بالنسبة لي اعتقد ان نابولي يحتاج الى ابراهيموفيتش، ليس فقط من اجل الذي يقوم به ابراهيموفيتش داخل الملعب، ولكن عقلية ابراهيموفيتش خارج الملعب ايضا قد تساعد اللاعبين. هو قائد داخل وخارج الملعب. بالنسبه لي لو ما اقدرش اجيب ابراهيموفيتش، لوكاكو، اعتقد ان لوكاكو حلم، لاعب قوي وسعره باستطاعتنا ان نقدر نجيبه نابولي. رئيس النادي يجب
ان يكون بضخ الاموال. هل تعتقد انه ميسي كان من الممكن انه يعمل او يكرر قصه النجاح اللي عملها مارادونا مع نابولي؟ وبمناسبه المقارنات اللي بتحصل دايما بين ميسي ومارادونا، مين الافضل من وجهه نظرك؟ أنا كنت جزء من هذه الأيام وكنت شاهد على العصر، عصر مارادونا. مارادونا كل ما قام به مارادونا، ما فيش حد يقدر يقول مارادونا عمل إيه. مارادونا كان يفعل أشياء من الخيال. مارادونا لن يكرر. ميسي يفعل الأشياء الجميلة الجيدة، لاعب من أقوى اللاعبين في العالم، لكن سامحني أنا آسف للجميع، لا يجب لأحد أن يقارن مارادونا. مارادونا لا يقارن. البطولة في أسبانيا مختلفة، الكرة في أسبانيا كرة مفتوحة، إيطاليا الكرة فيها دفاعية، الكرة فيها مغلقة. ما صنعه مارادونا لن يصنعه أحد في التاريخ. أليساندرو رينيكا، خليني أسألك عن علاقتك الشخصية بمارادونا، وهل فضلت علاقة الصداقة ممتدة؟ هل كان في تواصل حتى بعد ما انتهت مرحلة دييغو أرماندو مارادونا مع فريق نابولي؟ أنا كنت محظوظ. من أسعد أيامي التي عشتها هي فترة معايشة مع مارادونا. لا أحد يتخيل ما معنى أن تلعب بجانب مارادونا. الأمر يكون سهل للبعض، لكن مارادونا تستطيع أن تراه وأنت داخل الملعب، ليس من خلال التلفزيون. أنا علاقتي كانت كبيرة جدا بمارادونا، أيضا بعد انتهاء مسيرته. مارادونا كان شخص جميل، كان شخص طيب، كان شخص محترم يحب الجميع. أنا حزين لفراقه. لو رحت معاك للكلام على المنتخب الإيطالي، خصوصا بعد ما قدم عرض أعتقد أنه قوي أمام منتخب تشيك وقدر أنه يكسب برباعية، ضربة انطلاقة اليورو 2021 هتكون مع نهاية الأسبوع ده أو مع بداية الأسبوع اللي جاي يوم 11 تحديدا، إيطاليا وتركيا. توقعاتك لأداء المنتخب الإيطالي في البطولة؟ إيطاليا أنا أعشق إيطاليا، منتخب إيطاليا. أولا لأن لدينا العديد من اللاعبين الشباب، قائمة كبيرة جدا. أنا متفائل بمانسيني، معنا بعض اللاعبين من نابولي. المنتخب يقوم بعمل جيد. أعتقد أن القائمة الموجودة حاليا مع خبرة مانشيني وطريقة لعب مانشيني الجيدة، أعتقد أن إيطاليا ستقدم عرض رائع في هذا اليورو. نحن متفائلون. أنا أعتقد أن إيطاليا ينتظرها مجد خاص في اليورو القادم، كان تذهب إلى النهائي. إيطاليا من الدول القريبة جدا للمصريين، يمكن بحكم ثقافة بحر المتوسط، يمكن بحكم أنه إحنا كشعوب يمكن فينا كتير شبه من بعض، عشان كده جماهير الكرة في مصر ارتبطت بأسماء كتيرة جدا قدمتها الكرة الإيطالية للعالم، يعني بداية من باولو روسي، أنا على سبيل المثال طبعا روبرتو باجيو، جيان فرانكو زولا، أليساندرو ديل بييرو، توتي، لوكا توني. مين من اللاعبين ترشحهم لأن هم يلفتوا الأنظار في البطولة اللي جاية، أو لأنه الجماهير تتابعهم عشان تستمتع بالمستوى اللي هيقدموه؟ بالنسبة لي أتابع جيدا المنتخب الإيطالي والفرق عزيزي. لا يوجد ديل بييرو، لا يوجد زولا، لا يوجد توتي، لكن إذا تحدثنا عن علاقتنا بالمصريين، الشعب المصري تربطنا به علاقة قوية جدا. هنا العديد من المصريين إقامة، شعب يعشق لكرة القدم، وشعب أيضا من يقومون بالعمل هنا معنا داخل إيطاليا من أكثر الشعوب المحترمة الشعب المصري. زي ما حضرتك قلت بالنسبة لعلاقة البحر المتوسط، نحن نتشابه في الكثير من الأشياء. الشعب الإيطالي والشعب المصري نحن نعشقهم ونعتبرهم أشخاص مننا. ولهذا أقول لك فخر لنا
أن المصريين الآن يقومون بجلبنا كأحد أساطير الرياضة الإيطالية. وأيضا لا أقول لك أن الشعب المصري له العديد من اللاعبين، وأعتقد أن الكرة المصرية لديها العديد من الجماهير في جميع أنحاء العالم. وأنا من هنا من إيطاليا تابعت بعض المباريات للفرق الكبرى مثل النادي الأهلي، القناة التي أنا ضيف عليها الآن، فريق من أعظم الفرق داخل أفريقيا وداخل البطولة العربية. لكن بالنسبة للكرة المصرية أقول لك أن إحنا كشعب إيطالي نتابع بعض المباريات للمنتخب المصري. إحنا إيطاليا كمان بالنسبة لنا حالة خاصة، لأنها واحدة يمكن أول أو الجيل الحالي يمكن شاف منتخب مصر أول مرة في كأس عالم في إيطاليا طبعا في سنة 90. أليساندرو رانيكا، بما أنك أنت واحد من المدافعين التاريخيين لفريق نابولي، خليني أسمع وجهة نظرك في مدافعين العصر الحالي أو الجيل الحالي. مين من وجهة نظرك بتشوفه أفضل ثلاث مدافعين على مستوى العالم؟ أنا أقول لك هذا العام لم يكن هناك المدافعين على مستوى قوي. إذا كنت تريد أفضل ثلاث مدافعين في العالم بالنسبة لي، أعتقد أن كوليبالي مدافع نابولي قوي جدا ويقدم مستوى كبير. لا أقول ذلك لأني من جماهير نابولي ومسؤول نابولي، لكن أنت كما أنت متابع أيضا للدوري الإيطالي تستطيع أن ترى كوليبالي والمستوى الكبير الذي يقدمه كوليبالي. ولاعب ليفربول للأسف إصابته فيرجيل فان دايك وروديجر مدافع تشيلسي يقوم بعمل كبير جدا. أليساندرو رانيكا مدافع التاريخي لفريق نابولي، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وعلى التواصل معي على شاشة النادي الأهلي في السادسة. شكرا جزيلا، واحد من أساطير النادي ويمكن جيل ذهبي ما تكررش الحقيقة في تاريخ نابولي مرة تانية. خلينا نروح لفاصل لكن متواصلين مع حضراتكم في السادسة بعد الفاصل مباشرة.